السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنكشف ليكم اللقطة اللي فضحت معرفة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال قبل ما يحصل المقلب. أصلاً مش هتصدق هي عملت إيه. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جداً علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. في البداية وقبل أي حاجة، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. تابعنا كلنا امبارح الحلقة الثانية من برنامج رامز موفي ستار للفنان رامز جلال، الحلقة اللي وقعت فيها الفنانة ياسمين صبري ضحايا رامز جلال في البرنامج اللي بيقدمه على قناة MBC. وكانت بداية المقلب باستضافة ياسمين صبري في مدينة الرياض، وتعرضت الفنانة لمغامرة مش متوقعة، ومن هنا بدأت لحظات الإثارة والرعب. وخلال المقلب ركبت ياسمين صبري عربية مع الفنان العالمي فان دام، علشان المفروض يعني إنها تعمل مشهد معاه، وكان قاعد جنبها رامز جلال من غير ما هي تحس بيه. وابتدت ياسمين صبري تنهار من الخوف أول ما شافت التماسيح في البحيرة، ووصلت درجة الرعب لدرجة إنها بكت من شدة الرعب والصراخ. لكن خلال الحلقة لاحظ الجمهور أكتر من حاجة خلتهم يقولوا إن ياسمين صبري فضحت معرفتها بالمقلب، وده لما خرجت من أوضة الانتظار وابتدت تقول إنها متوترة جدا رغم إن مفيش وقتها أي حاجة تدعو للتوتر. حقيقة متوترة جدا. كلام ياسمين خلى كتير من الجمهور يقول إنها غلطت وكشفت شعورها بالتوتر والقلق بسبب علمها المسبق إنها داخلة على مقلب جديد من مقالب رامز جلال. دي أول حاجة. أما تاني حاجة بقى، وهي أن ياسمين صبري نفسها كانت ضيفة مع رامز جلال السنة اللي فاتت، وطلعت بعد الحلقة هجمت رامز جدا بسبب طريقة كلامه والمونتاج اللي حصل لكلامها أثناء الحلقة. ومع ذلك برضو راحت المرة دي ووافقت على عرض الحلقة رغم أن كان في خلاف سابق بينهم. أما تالت حاجة، ودي أكيد كل الجمهور لاحظها، وهي أن أداء ياسمين صبري نفسه كان أوفر جدا، وفي كتير ما صدقوهاش وقالوا إنها معرفتش تمثل إنها خايفة أو مرعوبة بالشكل اللي خلى الجمهور يكون متأكد إنها على علم مسبق بالمقلب قبل ما يحصل. والحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.